اول خبر معانا النهارده وهو ختام النادي الاهلي لتدريباته النهارده لمواجهه فريق سموحه في نصف نهائي كاس مصر، واللي هتتلعب بكره الثلاث باذن الله الساعه 5 مساء، وده بعد ما كان الفريق استأنف تدريباته امبارح تحت قياده سويسري مارسيل كولر على ملعب تيتش بالجزيره بعد الراحه السلبيه اللي كان مديها لهم لمده 24 ساعه. وبدا كولر تدريباته بمحاضره فنيه مع اللاعبين لمده نص ساعه، وبعد كده دخل اللاعبين في تدريبات بدنية مكثفة لمدة 40 دقيقة، وبعدها كان في فقرات تدريبية متنوعة لحد ما اختتم الميران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبين في ثلاث فرق. طبعا بنتمنى الفوز للنادي الأهلي، وبنتمنى ان احنا نتخطى المباريات الجاية لان هي فاصلة، ونوصل ان شاء الله للنهائي بإذن الله. بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله نكسب. احنا عندنا تفاؤل كبير جدا في اللاعبين بتوعنا وثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني.